تعالوا معايا نشوف اسعار الجروسري في المحل بتاع ألبرتسنز جروسري ستور، عشان الحكومه بتقول لنا ان نسبه التضخم 3.8%، فتعالوا نشوف هل الانفليشن ريت كده ولا اعلى ولا اقل. طبعا الاسعار هنا بالباوند يعني نص كيلو. الكيس ده بتاع تانجرين 599، التفاح بتقريبا 3 دولار، الاورجانيك بانانا 89 سنت، ده الخيار بتاعهم الضخم ده بدولار و80 سنت. هنا البابر الملون 5 دولار الكيس ده، البطاطس تقريبا بدولار ونص، الكوسة بتاعتنا 2 دولار، الكولي فلاور تقريبا 2 دولار هي كمان، الطماطم 4 دولار، التشيري توميتو 5 دولار، هنا البيبي كاروت تقريبا 3 دولار. هنا الاسعار دي بتاعت الانيون اللي بنطبخ بيه، وكمان اللي بنحطه على السلطة. لو انت عايز تجيب الكيك الصغيرة دي ب20 دولار، متخيلين اسعار يا جماعة بقت عاملة ازاي؟ هنا الشريمب تقريبا ب8 دولار الباوند، العصاير بتاعت الولاد 5 دولار تقريبا، ده هنا العيش، البيض 7 دولار، وهنا 5.5. ايه البيض الاخضر ده؟ اول مرة اشوفه. اللبن ديكم شايفين اسعار اللبن اهو قدامكم الهول. طبعا الاوت ميل، تخيلوا الاوت ميل سعره اقل من اللبن العادي، يعني جديد الموضوع ده. ده سعر البتر، الزبدة اللي بيطبخوا بيها، وده طبعا اسعار الجبن المختلفة. فقولوا لي انتوا عندكم الاسعار عاملة ازاي، وشايفين نسبة التضخم عندكم اعلى من كده ولا